السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناتكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. اعتقال سيمو الظاهر صديق النيبة في قضية حمزة مونبيبي. أفاد محمد المديمي رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء والمصالح الأمنية بالشرطة القضائية بولاية الأمن بمراكش اعتقلت اليوتيوبر المراكشي محمد ظاهر بعد أن أثبتت التحريات المنجزة علاقته بحساب حمزة مونبيبي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، وهو الحساب الذي تم تسخيره لابتزاز والقيام بحملة شرسة ضد عدد من الفنانين والمشاهير. وحسب ما كشف عنه المديمي في تدوينة فيسبوكية، فقد تم الاستماع إلى المشتبه فيه وتم إيداعه رهن تدابير الحراسة النظرية إلى حين تقديمه للنيابة العامة المختصة. وأشار المتحدث إلى أن محمد ظاهر يعتبر العقل المدبر لهذه الشبكة والتي عملت طوال مدة على ابتزاز عدد من المشاهير، مشيرا إلى أنه سبق وأن اعتقل 3 مرات بتهم مختلفة كمحاولة الاغتصاب والعنف في حق أحد الأصول وانتحال الصفة. يشار إلى أن محمد ظاهر هو يوتيوبر مراكشي معروف أثار جدلا واسعا بعدما ظهر رفقة اليوتيوبر الذي ينتمي لنفس المدينة المعروف بنيبة، قبل أن يفترقا بعدما اتهمه الأخير في شريط فيديو باستغلاله والاستيلاء على عائدات قناته دون أن يمنحه حقوقه المالية. وسيكون محمد ظاهر هو المعتقل الثالث على خلفية قضية حمزة مونبيبي بعدما اعتقل شابين آخرين في قضيتين منفصلتين، حيث يرتقب أن تنظر المحكمة في هذه الملفات خلال الأسابيع القليلة القادمة. التحقيق مع دنيا باطمة حول شبهة تورطها مع مسير صفحة حمزة مونبيبي المعتقل. أفادت مصادر موثوقة أن الشرطة القضائية بالدار البيضاء استدعت الفنانة دنيا باطمة للاستماع إليها حول ملف مشتبك يتعلق بصفحة تبتز وتهدد مشاهير على موقع إنستغرام. وحسب المصادر فإن حلول دنيا باطمة لدى الشرطة القضائية بالدار البيضاء من أجل الاستماع إلى إفادتها حول شبهة تورطها مع مسير صفحة على موقع إنستغرام المتخصص في نشر فضائح وصور وفيديوهات الحياة الخاصة للمشاهير بينهم منافسين لدنيا باطمة. وحسب ذات المصادر فإن شكايات وجهها عدد من المشاهير تحركت على إثرها النيابة العامة للتحقيق بنشر معطيات شخصية خطيرة تتعلق بمشاهير ووزراء ومسؤولين ورجال أعمال، غير أن الغريب هو عدم نشر أي شيء يسيء إلى دنيا باطمة على الصفحة طيلة المدة التي اشتهرت فيها الصفحة والتي تتجاوز 2 عامين، وهو ما زاد من شكوك مشاهير حول علاقة دنيا باطمة بمسير الصفحة. وسارعت دنيا باطمة إلى السباق التحقيق معها بإعلان قدومها للدار البيضاء من أجل الحصول على بطاقة وطنية جديدة تحمل عنوانها الجديد، في الوقت الذي تملك فيلا في مراكش التي تتخذها مسكنا وليس الدار البيضاء. وأوقفت المصالح الأمنية قبل 2 يوم شابا يدعى أسامة بمطار مدينة مراكش، وذلك للاشتباه في كونه صاحب الحساب المثير للجدل حمزة مونبيبي. وحول هوية هذه الشخصية قالت المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق بشاب ينحدر من مدينة أكادير يدعى أسامة، يسافر بشكل مستمر إلى خارج أرض الوطن، تم ضبطه قبل أيام بمطار مراكش ليتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية قبل إحالته على النيابة العامة، حيث تقرر وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن الوداية. وجاء اعتقال حمزة مونبيبي بعدما تواردت على مختلف المراكز الأمنية شكايات كثيرة من طرف وجوه معروفة من مشاهير المغرب وقعوا ضحية منشوراته، آخرها الفنانة المغربية سعيدة شرف. من جهة أخرى أفادت مصادر متطابقة أن اعتقال حمزة مونبيبي كشف عن تورط أسماء معروفة في الوسط الفني بالمغرب شاركوا مع المعني بالأمر في جرائم خطيرة على رأسها الدعارة الراقية ونشر وتوزيع أخبار ومنشورات كاذبة الغرض منها الإساءة للغير وتشويه السمعة.
وكشفت مصادر ذاتها أن هناك شخصيات إعلامية وفنية مشهورة قيل إنها تورطت مع حمزة مونبيبي في هذه الشبكة، من بينها عارضة أزياء معروفة والإعلامي المشهور سيمو بن بشير واليوتيوبر المغربية سكينة غلامور، وعارضة الأزياء شقيقة مغنية معروفة حسب ما تقدم به المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، والذي دخل على خط هذه القضية إثر تقديمه لشكاية في الموضوع إلى النيابة العامة. شكرا لكم على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بخير وإلى اللقاء إن شاء الله.